عارفه يا بت يا كوريا، كان لنا زمان بت قريبتنا، كانت بت يا عيني كده برضو عقلها خفيف وطاق منها وهاجج، زي خالتك كده يعني. ايوه بس البت ده هي كانت حلوه بقى وشابه وملظلظه كده اهو، بيضه وزي الفل، تتاكل اكل والله يا كوريا تتاكل اكل. ايوه بس ايه، كانت قاعده مع ابوها وامها. كوريا لسه تحت. هي البت دي ما وراهاش حاجه؟ لا ولا التانيه، في حد يبيع خضار دلوقتي؟ هنعمل ايه؟ انا بقالي ساعه محبوس هنا. الله يخرب بيت شورتك المنيله. الله يخرب بيتك يا نوال، الله يخرب بيتك، بس العين مش عليك، انا اللي كلب وربنا. جرى ايه يا هيمه؟ يعني ما اتبسطتش؟ بس بقى اتبسطت ايه ونيلت ايه؟ خرجيني من ام الحبسه دي يا نوال. طب خلاص هبص لك انا. خرب بيتك يا كوريا، بوظت لنا اليوم. يلا بقى. طب يا اخويا بس بقى انت راخت. بس بقى يا يخنقوها، اصل احنا سيبوا بلدنا صعب قوي قوي قوي. طب هي خالتك مش دماغها رايحه منها؟ بس والله العظيم والله العظيم دماغ في طقانها. والله ربنا يرجعها بالسلامه يا رب. يا نسبتي يا نسبتي يا نسبتي. في ايه؟ سلومه جه. سلومه جه. سلومه جه. حضرتك اسود ومنع. تعالى هنا رايح على فين؟ تعالى البتاع، ام البتاع، هنروح تعالى. ايه على فين؟ تعالى اخبيك في اوضه النوم. روح فين اوضه النوم؟ ايه ده وقت؟ تعالى تعالى اخبيك فيه. تعالى اخبيك فيه. ناو واحد وقع من الجوع. طبخنا ايه النهارده؟ لا طبخه ولا عامله، اقلي لك بطين. بطين؟ الواحد بطنه مششت من كتر البيض. يا اخويا اجيب لك طباخه، شغل البيت بيهديني. ماشي. رايح فين؟ محصور. ايه؟ ما فك الزنقه. انت يا اخويا اللي كنت سايب الباب مفتوح. انا مش بس انا قفلته، مش عارف وانا بقيت دريان بحاجه ما ادخل اعمل البطين. ما خلاص يا ولية، حكيت لامي كل حكايات المجانين اللي تعرفيها في حياتي. انا مال انا ومال مجانينك؟ انا خالتي مش مجنون، سندس مع اقلها ما خفش الا من بعد ما جوزها وابنها ماتوا والشقه والعيب بيه. بقتي حرام يعني ما بتفتكرش قوي، وساعات ما بتميزش البني ادمين. خلاص كفايه بقى صدعتين. خص عليكي يعني، ده جزاتي ان عاوزه اسليكي واخد بحسك. شو النبي خدني احسن. خلاص انا اللي قربت اتجن، مش طايقه اطلع الشقه وخالتي مش فوق. طب تعالي. ازيك يا مسوك؟ ازيك يا اخويا. ازيك يا براهيم؟ عمل ايه الواد؟ اني وين؟ يو اللي خبطه التوك. اني توك؟ مالك يا هيمه اللي كنت معاه في المستشفى؟ الواد مات يا سيبتي. الله يرحمه. ده انا مش شايفك، ده شغل فنادق. بيجيبوا لي واد ابن جنيه كل فتره كده يهفوا الشوق، يجي يضرب سندوتشات من غير عدد، وفي الاخر يحضرفني النص صباع. السلام عليكم. وعليكم سلام. ايه ده الحزن ده يا في ايه؟ اجي لك وقت تاني يا ايمه. يا تعالى هنا خد بقى. ايه الزعل ده؟ انت على طول مش طايقني كده يا ده سكت. انا بحبك، ده انت ليك وحشه والله، بس انا مش عارف ليه. اقعد بقى خد لك نفسين. يا ده حلو الاحبالك السوتيه. معلش يا ايمه
انا كنت مفكرك قفلت روحت البيت لقيت امي متوغوشه قوي على كوريا بتقول لي لسه ما جاتش لغايه دلوقتي ومش عارف اعمل ايه. يا عم عماله تلفلف على خالتها من الصبح، قلت لها اجي معاكي قالت لي لا، قلت لها بركه يا جامع، انا قصدي دماغي مش ناقصه للنواح. طب بقول لك ايه، هروح انا انام، انت عارف امي ما بتنامش الا لما بروح. السلام عليكم. يا ده سوكه تروح ايه وامي ايه وتنام ايه؟ يا ده انا عايزك شبعان. يا عم سيبه يا عم، ده راجل فنان ومثله الاعلى الاستاذ هاني شاكر. خلاص يا جماعه انتوا هتشيلوا المشاريب ولا ايه؟ خلاص امشي انت يا سوكه وانا بكلمك في التليفون. ربنا يهديكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما تقعد يا سوكه شويه. عسل يا هيما. بقول لك ايه؟ سيبك بقى من الهزل ده عشان انا عايزك في حاجه جد. خير يا طاعون. طلعه كده حلوه هنعمل منها قرشين. ميكروباص شمال سارقينه من تحت بيت واد اسمه هندي مقصات. هو واد خبق بس عمل فيها بلطجي وغلط معانا. قلنا كده نربيه ونعمل له كارثه ود. بس قبل ما نرجع الميكروباص عايزين نطلع بيه كام طلعه سوا. ايه رايك؟ طب انا هعمل ايه في الطلعه دي؟ كابتعون يا هيما، هتعمل ايه؟ هتمسك عجله القياده. يلا يا هيما بقى، عايزين بقى نرجع لايام زمان. هنقول احنا لسه حبايب. يو ما خلص قلنا. طب بص انا هقول لك حاجه مش عايز اقولها لك تاني. طاعون ده مش مجرد اسم، ده اسلوب حياه. حبني بقى وسيب لي نفسك. ماشي يا طاعون. دلع ده انا كده هولع. القمر جاي منين؟ ايه ده؟ طب القمر جاي من العربيات قوي. حلو قوي. محسوبك عند مشبك. احب اجي واشبك. بقول لك ايه؟ ما تيجي نهاجر هجره غير شرعيه. غور يلا انت وهو من هنا. نغور فين بس؟ ما نغور مع بعضينا. غور بدل ما خلي ما ظهرك في وشك. ناقصاك اصلها. حقني يا بابا، تعالى يا ابو الحبشني شوف عملوا فيا ايه العيال وداد الكلب دول. يا بابا حقني يا بابا. خدي حرام عليك، كنت فين سرعتني عليك؟ حرام عليك. عامله ايه انت؟ مين انا؟ كوريا يا خالتي. حرام عليكي كده برضك تعملي فيا كده وانت عليكي. ابعدي يا بابا. والنبي الحقني يا بابا. والنبي لا، خلاص خلاص انا هاخدك معايا، هاخدك معايا دلوقتي. ضربوني. خلاص يا خالتي هانت اهي. ابعدي عنك خالص. ابعدي. يو يو امشي. يو يو عايزه تدخليني جوه علشان يحبسوني؟ لا انا مش هدخل جوه. يا خالتي حرام عليكي، فضحتي امي. عايزه ادخلك المستشفى يكشفوا عليكي، ده جسمك كله بيخر دم. لا يا اختي مش هخش. انت عايزاهم ياخدوا الدم بتاعي يبيعوه؟ يا نصبتي السودا، انت هتلبسيني تقمي او ليه؟ عايزه هم يكشفوا عليكي بس. والنبي انت عايزه تموتيني وتقبسيني جوه. يا خالتي طب خلاص خلاص حقوني. خلاص هتفضحينا خلاص. يا ناس الحقوني، يا ناس الحقوني. اعملوا معايا. والنبي ما عملت لها حاجه، دخلت وعايزه ادخلها يكشفوا عليها. لا عايزه تموتني. يب البت دي عايزه تموتني. انا ما اعرفهاش. يا اخويا ما اعرفهاش. والنبي ما في حاجه، دي مشاكل عائليه، ما فيش حاجه. توكل انت على الله. توكل على الله. لا ده انا ما اعرفهاش دي. يا سيبتي عايزه تنوتني. اوشوني يا خالتي. انا يا خالتي انا كوريا. اوشوني يا بابا. علالي يا خالتي. ماما مش هينفع كده، سيبيني اسالك على التعوير عشان تطيبي. يا طب انت عايزه ايه دلوقتي؟ طيب يا بابا مش قادره. معلش امي هتضربني عشان انا هدوم وتوسخ. معلش يا خالتي انا اغسلهم لك، نسقسق على التعوير وبعدين اغسلهم. مش قادره. معلش ولا مستحملي معايا اهي. ايه؟ معلش معلش اهي. اي 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 يا طب مش هينفع كده.